السويس اللي جمع كل المصريين واللي جعلنا نحلم أحلاما كثيرة. في تساؤلات كثيرة مختلفة هوجهها للمهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة. مهندس إبراهيم أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ وائل. أهلا أهلا بحضرتك. مهندس إبراهيم خليني في يعني نقطة أولى فيما يتعلق بتفقد الاحتفالات. حضرتك عقدت عدة اجتماعات وتفقدت خط سير الوفود، لو أنا عايز ألخص للناس شكل الاحتفال هيكون إيه؟ ماذا أقول لهم؟ والله هو احتفال يعني هيكون احتفال بافتتاح هذا المشروع، هيكون فيه طبعا عدد من رؤساء الجمهورية والملوك ومندوبين من الدول اللي هم وجهت إليهم الدعوة، هيكون فيه وفود شعبية من مختلف المحافظات، هيكون في احتفال فني برضو، سواء في احتفال بحري وايضا في احتفال الاوبرا المصريه هتقدمه في بعد الاحتفال الرسمي بافتتاح المجرى الملاحي. طيب فيما يتعلق بالتامين كمان حضرتك عقدت عده اجتماعات، فيما يتعلق بدور الحكومه في عمليه التامين. بلا شك يعني وزاره الداخليه ومع اخواتهم في القوات المسلحه عاملين اعلى درجات التامين، ويمكن حضرتك شفت مؤتمر شرم الشيخ، مؤتمر القمه، الحقيقه الحمد لله رب العالمين كل الامور مؤمنه بنسبه ان شاء الله هتكون اعلى درجه من درجات الامن والامان باذن الله، وسيستشعرها كل مواطن وكل ضيف عندنا ان فعلا مصر امنه باذن الله. طيب مشروع تنمية قناة السويس، ما هو هذا المشروع؟ حضرتك تحدثت عنه وعنه قلت انه سيتم على الفور البدء فيه، ما هو هذا المشروع؟ ما هي تفاصيله؟ هو المشروع هو يعني منطقة القناة دي في حدود 450 كيلو متر مربع، هذه المنطقة الخطيرة جدا لوسط العالم فعلا، لما حضرتك تبص للخريطة وسط اليابسة ووسط البحار، وتربطها مجرى دولي يعني على ضفتي المجرى، ده وسط العالم فعلا يعني. فالمشروع ده مشروع فيه 6 مواني بتخدم عليه، سواء على البحر الأبيض المتوسط أو على البحر الأحمر، بالإضافة وهو مشروع بقى يعني هيكون فيه نقل كل يعني التجارة اللي عايزة تنافس أكتر أو الصناعة اللي هتنافس أكتر اللي هي تبقى في وسط العالم. فبالتالي لك أن تتخيل مثلا نقول حاجة في جنوب شرق آسيا بتصنع، لو نقلت أو جرى مركز تجميع أو مركز لوجستي أو مركز للخدمات في وسط العالم، فده قد إيه بيوفر مسافات وقد إيه بيوفر كلفة. أنت النهاردة في بلد فيها أيدي عاملة شابة ان شاء الله مدربه، واحنا انت شايف قد ايه احنا حاطين خطط وعاملين وزاره للتدريب الفني والتعليم المهني، 50% من القوى البشريه موجوده عندك في سن العمل، بلد فيها النهارده ما عندناش مشكله باذن الله في الطاقه، لان انت شايف مشروعات الكهرباء الكبيره اللي احنا داخلين عليها، في نفس الوقت في شغل بيتم فيه عمليات اكتشافات الغاز واكتشافات البترول، وبالتالي انت هتبقى في بلد في وسط العالم، بلد فيها قوة بشرية، بلد تستطيع ان توفر الطاقة للمشروعات اللي جاية، وبلد فيها قانون استثمار جاذب، بلد فيها إرادة شعبية ان فعلا يعني تكون استقرار مصر هو التنمية. وانت شفت لما المصريين في رؤية ليهم، رؤية قائد زي ما بقول دايما وإرادة شعب، بيعملوا معجزات. الأمل اتحقق بإيه يا أستاذ وائل؟ بالعمل، وبالتالي ده هيتكرر في إن شاء الله في تنمية المنطقة. احنا يعني المرافق على طول هتبتدي تدخل في هذه المنطقة، المخطط خطط المنطقة، انت بتتكلم على بقى يعني زي ما بقول لك 6 مواني، محور شريان رئيسي، وسط العالم. طيب هنا طبعا المحافظات كمان الثلاثة تحديدا الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، هتستفيد بشكل كبير من هذه المنطقة. وسينا كمان. وسينا. طبعا. يعني سينا تحديدا حتى اللي كيف يمكن أن نلتزم بالشباب. ميناء الطور.
يعني دي من المواني المحورية اللي ممكن تدخل معانا في تنمية المنطقة. وبالتالي هنا يعني عنا على تنمية سيناء بلا شك اللي بنواجه الإرهاب فيها يعني. إن شاء الله ما سيناء هتتنمى وكل بقعة في مصر قبل للتنمية هتتنمى. أنت بتتكلم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، أنت عندك في الشمال إن شاء الله يعني عندنا مدينة العالمين الجديدة، في الجنوب عندك المثلث الذهبي، أنت منتشر في بتفتح محاور شرايين طرق بأقصى سرعة، لأن دي محاور، هو ده شريان أي شريان التنمية هو طرق بتستصلح أراضي زراعية في الجنوب في المنيا، بتستصلح بتحيي مشروع توشكا شغال في الفرافرة. يعني الحقيقة هناك رؤية، هناك خطط، وهناك إرادة قوية جدا إن أنت بتصارع الزمن وعندك هدف. الحاجة اللي بتخلص في 5 سنين، لا انت ما عندكش 5 سنين، انت لازم تخلصها في سنة او في سنة ونص، ان الناس لازم تشتغل عشان تدي فرص لشبابنا للعمل، وعشان يبقى فيه تنمية، وعشان التنمية دي تصل الى الجميع، ويبقى فعلا في نقلة في حياة الانسان المصري. كل ده عايز جهد كبير، وعايز اصرار، وعايز عزيمة، وعايز اصطفاف، نقف كلنا مع بعض نحمي بلدنا ونشتغل. طيب ده طبعا فتح شهية المصريين للمشروعات العملاقة وللأحلام، لأنه يعني في السابق كنا مصابين بما يمكن أن نسميه منهج السلحفاة البطء، لكن المنهج الآن واضح أنه منهج مكوكي، يعني تحقيق الأحلام بسرعة. هل المشروعات العملاقة التانية هيتم أيضا تحقيقها في الزمن الوجيز؟ بإذن الله. وإحنا النهاردة شغالين على أساس إن احنا نعد القوى البشرية، بنجمع قوى شركات المقاولات في مصر، إزاي بنرفع مستواها، إزاي هذه الشركات تكون هي الآلية الآلة اللي بتعمل 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. المشروعات ما بتتحققش إلا بحاجتين، عمل جد ورفع كفاءة، والحقيقة إن شاء الله ده اللي احنا شغالين فيه، وإن شاء الله يعني هيكون. أنت شايف مثلا مشروعات الطرق اللي بتتنفذ النهاردة، انت شفت طريق مصر اسكندريه الصحراوي لما فعلا كان هناك خطه انه يخلص خالص في قبل الصيف، شفت الطرق النهارده اللي هي في الطريق الاسماعيليه ازاي الهيئه الهندسيه خلصته، ازاي الكباري اللي انشئت جوه القاهره وبره القاهره. الحقيقه في عمل دؤوب وفي اصرار على ان ما فيش قدامنا غير العمل وتنفيذ المشروع. طيب وانا بطلع يعني يعني حتى للرد على هذه الادعاءات دايما، وانا بطالع بعض الصحف الغربيه يعني بعضها بدا يدق اسفين كعادته، يعني يتحدث عن انه الحكومه لا تلعب دورا، وانه الان اللي بيقود عمليه التنميه هو الجيش والمؤسسات حتى اللي بيقودها مسؤولون سابقون في الجيش زي هيئة قناة السويس. يعني هو يتحدثون عن أن الحكومة في مصر لا تلعب دورا، ولكن الجيش هو الذي يقود عملية التنمية. يعني أنا عايز أقول لك حاجة، النهاردة لو الهيئة الهندسية بتنفذ مشروعات بتنفذها بإيه؟ ما بتنفذها بذراع قوي جدا من الشركات المدنية. التكامل، شوف هو ده، شوف لما يبقى في حد ما بيحبكش انتظر منه اي حاجه يقولها لك. الحقيقه ما نبصش الكلام ده، الجيش والحكومه في يعني اتفاق وتنسيق على اعلى مستوى. البلاد بتتقدم ازاي؟ ان انت تبقى عندك اعلى، تستغل اعلى كفاءه بامكانياتك اللي موجوده، مش بتقول دي بتاعت الجيش ودي بتاعت، ده الجيش ده بتاع مين؟ مش بتاع المصريين؟ واذا كان هناك امكانيات النهارده للاصراع وتكامل وتناغم بين زراعك القوي وايضا زراع المدني القوي، ده حاجه انت بتتصارع مع، انت بتجري مع الزمن. بص يا استاذ وائل، اللي يقول يقول، احنا ماشيين في خطه وماشيين في طريق الحق. لو اهل الشر اتكلموا انت مالك بيهم بقى؟ ما ابني واجري، وابني بجيشك، وابني بشركاتك المدنيه، مش المهم الانجاز.
المهم ان يتحقق الانجاز وبالتأكيد الانجاز. وبعدين ده احنا ما اقول لحضرتك مصر جيش وشعب وحياه مدنيه نسيج واحد اللي بيحاول حضرتك بتقول بيدق الاساسين، طب ما يدق الاساسين يبقى غلطتنا احنا ان احنا بس نسمع مجرد ما عندناش وقت ان احنا نسمع، والله ما عندنا وقت ان احنا نسمع. انت بتكلمني واحنا شغالين وزملائي شغال، لازم نكس نكس، مفيش بقى وقت للكلام ده. الاصطفاف ان احنا فعلا نلتف كلنا مع بعض، جيشنا مع شعبنا مع الحياة المدنية مع القطاع المدني، ونبني بلدنا. والحقيقة الحكومة يعني ليست بعيدة عن كل ما يجي، يعني حتى قانون الاستثمار، يعني حتى كل ما يتعلق بعملية الاستثمار بجذب الاستثمارات، كل ما يتعلق بعملية البناء والتنمية الحكومة تلعب دورا كبيرا فيه. هي مؤسسات الدولة كلها تحت مظلة واحدة بتبني الدولة. اللي وانا بقول لحضرتك ما يعني انا كمصري ما ضيعش وقت في الكلام ده، انا ليا انجاز بيتبنى على الارض، ليا نجاحات بتتحقق كل يوم. فطبعا اللي مش عايز زي ما بقول لحضرتك اهل الشر مش هيسيبوك، لكن طالما انت في ناحيه الحق ما بيهمناش غير ان احنا نبني بقى. طيب قبل بس ما اقفل يعني خلينا ضيع دقيقه من وقت حضرتك تاني في التصيد ايضا. البعض الذي تصيد لفظا او كلمه لك بانك تدعو الناس للعمل كسائقي توك توك، وكانه يعني الناس اللي حصلوا على مؤهلات يكون ده مصيرهم في النهايه، يعني تم تصيد هذا التعبير والهجوم بشكل كبير على حضرتك فيه. طب انا رديت ولا ما رديتش؟ وقلت اسهل حاجه ان الواحد، انا ما قلتش كده خالص وطلعت بيان، والمحاور اللي كان معايا الاستاذ اسامه جمال المحترم قال ورد، والحديث كان مسجل. فلما زي ما حضرتك بتقول التصيد، لو انا اقف عند واحد بيتصيد لك وعايز يوقعك وعايز ليه نسمع يعني؟ طب اقول لحضرتك حاجه، اللي بيتصيد حاجه او اللي عايز، طب هو غرضه ايه؟ ما احنا نفكر سوا يا استاذ وائل، هم غرضهم ايه؟ هو هدفه طبعا انه في هذه اللحظة التي يتوحد فيها المصريون وننشغل لأول مرة بأحلامنا، انه يبتدي لإلحاقه ده رئيس الحكومة بيقول ما فيش شغل، روحوا اشتغلوا في التوك توك. النهاردة مش لازم الوظيفة الحكومية، احنا النهاردة عندنا وزارة كاملة للتعليم الفني والتعليم والتدريب المهني، واحنا في احتياج الى القوى العاملة. وقلت ان فعلا الدول بتبنى بالعرق والعمل مش بالوظائف السهله اللي البعض كان بيستسهلها، وضربت مثال ان لا مش لازم تشتغل بس في الحاجات السهله، احنا لازم نبني بلدنا، وضربت امثله كثيره جدا. واي حد بيسمع الحديث طبعا شوف يعني بصراحه الواحد انا ما بضيعش وقتي، انا يعني طالما انا شايف ان واحد بيتصيد لك او واحد بيفتري عليك، ما هو ده افتراء يعني، اقصى حاجه ان واحد يقول حاجه انت ما قلتهاش صح ولا لا، ده اسمه ايه؟ طبعا يعني في كل الاحوال ايضا في ازمه ثانيه. حضرتك ذهبت اليوم لموظفي الضرائب، ما كانش بخصوص الازمه، انا بالعكس انا كنت حريص جدا ان انا اقعد مع رجال مصر، انا مسميهم رجال مصر الشرفاء، سواء رجال الجمارك، كان كنت في اجتماع وبعدين انا طالب من وزير الماليه ان انا كنت اقعد مع، انا بحاول اقعد مع القيادات في كل مجال، لان مش بس لازم تقعد مع الوزراء، انا بحاول انزل اقعد مع وكلاء الوزراء والمديرين العموم. على اساس انا قعدت في اجتماع مع مدير الصحه، وقعدت في مع مدير التربيه والتعليم، عشان يبقى في نوع من رؤيه فعلا هذه الرؤيه اقدر اوصلها، لان هم هيوصلوها لزملائهم، وانا قعدت معاهم شكرتهم، وكان ما اتكلمناش اطلاقا على غير رؤيتنا في ازاي رجال الجمارك دول الصف الاول في الدفاع عن هذه البلد وعلى اقتصاد هذه البلد، وايضا رجال الضرائب شكرتهم، وكان جلسه يعني جميله جدا. اذا كان هناك في بعض المطالبات من زملائنا في الضرائب او في الجمارك فاحنا بنسمعها وبنشرح لهم وجهه نظرنا في قانون الخدمه. طب لو عايز الخص للناس بس، لان الناس احيانا مش يعني مش مستوعبه الموضوع، قانون الخدمه المدنيه الحكومه بتقول ده هيخلصنا من الوساطه والمحسوبيه وتوريث المناصب والوظائف. بالظبط، هو قانون الخدمه المدنيه بيعتمد على ايه؟ مش ما ينفعش ابدا ان انت النهارده يكون
الموظف لا يتم نوع من في اخر السنه يكون في نوع من مش ما ينفعش ان كل الموظفين بتقول انهم 90% مثلا بياخدوا امتياز او 95%. فانت النهارده لما المجتهد ولا يتساوى من مع اللي ما بيبذلش كل جهد او الذي يعمل يتساوى مع الذي لا يعمل، ما بتقدرش انت تصل الى الكفاءه. كل بيتساوى، وعدم الوصول الى تحديد الكفاءه ليه بيصيب الراجل الكفء باحباط. زائد النهارده ايه اسس التعيين في الحكومه؟ اساس التعيين النهارده هيكون عن طريق اعلان ثم امتحان طبقا لمعايير، وبالتالي بتنسف كلمه واسطه، لان اول تكليف للسيد الرئيس لهذه الحكومه هو يعني الغاء او ازاله كلمه واسطه او محسوبيه من القاموس، وده فعلا اللي بيجرى. ويمكن الناس ابتدت فعلا تستشعر الى انها بتنكمش بسرعه جدا كلمه واسطه ومحسوبيه في الحصول على وظيفه. وانت يمكن شفت في لما جينا اعلنا على 30,000 وظيفه في التربيه والتعليم، ما اظنش حد قدر يتحصل على وظيفه واحده عن طريق واسطه او محسوبيه. طيب يعني القانون مفيد ومهم لأنهم عندهم اعتراضات، حضرتك استمعت إلى هذه الاعتراضات وبعضها يمكن استيعابها وتفهمها وتعديلها؟ بص، عايز أقول لحضرتك حاجة، القانون ده نوع من الجراحات لإصلاح مطلوب في إذا في أي دولة عايز تنطلق لازم يكون في إصلاحات في مجالات كثيرة جدا. بلا شك النهارده الوظيفه الحكوميه او الخدمه المدنيه كانت عايزه نوع من الوقفه والاصلاح، في ثواب، في عقاب، في قد ايه المرتب، الاجر الاساسي بالنسبه للاجر المتغير، كل الكلام ده، لان كان في نوع من الخلل اللي لا يمكن يستمر في دولاب الحكومه، وكان لازم يكون هناك وقفه لعمليه اصلاح لإصلاح إداري. والنهارده في وزارة اسمها وزارة الإصلاح الإداري، ويمكن من أهم الخطوات ومن أهم القرارات هو قرار الخدمة المدنية اللي هو بينقل فعلا البلد في الأداء، واللي المواطن هيحس إن هناك نقلة نوعية كبيرة في أداء الوظيفة. يعني ملخصه الوظائف بإعلان وامتحانات وعنصر الكفاءة هو اللي هيغلب عملية الاختيار. بلا شك بلا شك. طيب سؤال أخير لأن هيبقى معايا بعد كده، حضرتك اهتميت بموضوع صفر التعليم، شكوى بعض الطالبات من أنه ورقة الإجابة ليست ورقة الإجابة الخاصة بهم، لأنه الامتحانات يعني هي النتاج الحقيقي لجهد أعوام يعني. بلا شك طبعا. اهتميت حضرتك بهذا الموضوع وتتابعه؟ التربية والتعليم انه يحقق فيه ويتابعه ويقول لنا ايه الموضوع، اذا كان ليهم حق في اي درجة هياخدوها، اذا كان في اي خطأ والوزراء يعني يثبت ان البنات لهم اي حق طبعا لازم ياخدوه. طيب الاحتفالات الشعبية، وأنا بقفل مع حضرتك، الناس كانت تتمنى حضور هذه الاحتفالات بشكل كبير، لكن تم اختيار 50 فقط من كل محافظة بشكل رمزي. يعني كيف يمكن أن ننظم احتفالات شعبية في كل المحافظات؟ عايز أقول لحضرتك هو 90 مليون واحد كان يأمل وحاسس قد إيه، 90 مليون كان نفسهم يكونوا في موقع الحدث، ولكن طبعاً صعب. ولكن انا الاحتفالات بدات في المحافظات وبدات الحقيقه بفرحه شعبيه عارمه. كل محافظ النهارده يعني بينسق مع الاجهزه ومع اصول الثقافه، مع الفرق الفنيه اللي موجوده في المحافظات، مع الموسيقى العسكريه، ان فعلا خد بالك دي اول فرحه من زمان، اول فرحه الشعب يحس بيها من زمان. وايضا كمان كان هناك توجيه من السيد الرئيس ان شاء الله ان هيكون في زيارات بعد الافتتاح لاي حد عايز يسافر يتفرج على القناه الجديده، هيكون في نوع من الاستمرار في السفر الى والتوجه لقناه السويس حتى بعد الاحتفال. يعني الرئيس وجه اليكم بانه الناس
يمكن نقلها للاحتفال ومشاهدة القناة بعد الاحتفال. ايوه كانت تعليمات واضحة، لان طبعا الفرحة عارمة الحقيقة، والفرحة اول مرة كل واحد يحس ان هو عمل حاجة، اول مرة الشعب كله والله. يعني انا بشوف ناس املها وسيدات كبار في السن او رجال كبار انهم يروحوا ويحضروا وفرحانين فعلا. حضرتك انزل الشارع وشوف الشارع فرحان قد ايه، لان فعلا دائما احنا هو يعني بنعرض بعض مظاهر حتى الاحتفالات المبكرة اللي بدأت في البيوت، في الشوارع، في الميادين، في كل محافظات مصر. تمن بخير، ودايما يا رب كل ايامنا تبقى فعلا احتفالات بانتصارات وبعمل كبير، لان فعلا مصر باذن الله قد الدنيا، وان شاء الله هتبقى يعني ام الدنيا، هي ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا بعمل الشعب الطيب ده والتوكل على الله ان شاء الله. مهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومه، بتوجه لحضرتك بالشكر، الف شكر، وزي ما بقول